ماشي. وضعك العاطفي مش مستقر يا كوس، الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص، وبدون سبب وبدون داعي. انا مش عارفة المشاكل دي جاية منين. القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة، ان هو مش مالي مركزه كده، فاهم قصدي؟ ان هو انه شريكه يعني مش هقول مستتفهه، مش مديله قيمته اللي هو عايزها، فاهم قصدي؟ نفسه يبقى عنده سلاح العاطفة والعقل مع بعض، ان هو يعرف يمشي الاثنين مع بعض. تقريبا القوس يا بيشغل ده يا ده، يعني هو عنده يا ده يا ده، ما يعرفش يشغل الاثنين مع بعض، فنفسه يشغل الاثنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك ده. Queen of Wands. نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة، حاسس ان هو مش قائد، مش قائد، ومش بيعرف ياخد الانيشيتيف اللي هو ان هو يبادر بحاجة، مش عارف يبادر. يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس برجه قيادي قوي، فمأثر عليك مخليك مش عارف انك انت مش مديلك المساحة بتاعتك، فاهم قصدي؟ بس انت شايف شريكك ازاي؟ شايفه عيلة سعيدة، بيمدك بالعيلة السعيدة. لو انتوا لسه ما ارتبطتوش، فانت شايف فيه العيلة، يعني العيلة المستقبلية انت شايفها فيه صورة حلوة جدا. شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة، ان هو يطلع اجازة معاك، او ان هو لو انتوا لسه ما اتممتوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل، عايز يرتبط بيك. نفسه في ايه؟ يعني غريب قوي ان الكارت ده يظهر في الحتة دي. هو حاسس ان انت ظالمه على فكرة، او حاسس انك انت مش فاهمه صح، انت مش مقيمه صح، نفسه تفهمه صح، انت مش فاهمه لسه. شايفك ازاي؟ شايفك شخص بيقدم كتير قوي، بيحب جدا وبيقدم كتير قوي، معنى ان هو شايف ده معنى ان هو مقدره، فدي نقطة كويسة جدا. لكن الطاقة ما بينكم يا قوس عاملة كده، بصوا عاملين ازاي. دي خناقة في شارع، دي خناقة كبيرة، يعني خناقات كتير كتير، كل شوية خناقات، تطلعوا من خناقة تخش في خناقة، تطلعوا من خناقة تخش في خناقة. فليه كل الخناق ده؟ ما يعني ما تمشوا الدنيا يعني أبسط من كده شوية. دلوقتي يمكن تكونوا في حالة توازن الشهر ده، بس مش هيستمر كتير. يعني انتوا في عندكم، بصوا عاملين زي موج البحر، كل يوم بحال، يعني تتصافوا وتتخانقوا، تتصاحوا وتتصالحوا وتتخانقوا. نصيحتي ليكم بجد، لو الخناقات ماشية بالنمط ده خدوا بريك، يعني مش بريك من بعض، خدوا بريك مع بعض، خدوا بريك من المشاكل وحاولوا تعملوا حاجة تساعدكم انتوا الاتنين مع بعض. كل شوية خناقة. طيب ما انا شايفة، ما انا لاحظت. خدوا بريك بس كده، وحاولوا تروحوا حتة مكان هادي تتكلموا فيه، تلعبوا فيه، اعملوا اي حاجة فيها مرح، فيها حاجة كويسة كده هيقربكم من بعض. بس انا بقول لك اللي انا شايفاه يا قوس، شريكك شايف انك انت مش فاهمه صح، مش مقيمه صح، هو مش شديد عليك بالشكل ده، او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفظيع ده. انت ممكن تكون مزودها شويه، يمكن، الله اعلم. عموما في كلتا الحالتين انتوا بتحبوا بعض، حب واضح، هو شايف حبك ومقدره، وانت شايفه العيله والامان والسعاده العائليه، فهتعدي. الناس اللي هيسألوني هنسيب بعض؟ لا، ما حدش هيسيب بعض، هتفضلوا كده تتخانقوا وتتصالحوا وتتخانقوا وتتصالحوا، بس ما فيش حد هيبعد وما فيش حد هيسيب التاني، ان شاء الله مكملين، وهتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم الصغننه دي، دي حاجات صغننه كلها. الشهر ده انا وخطيبي كويسين جدا، بس فاكرين مشاكل نايمه. طيب كويس يا دنيا. ما انا شفت في حاله اتزان، بس مش يعني ان شاء الله تدوم، بس انا شايفه انه الموضوع في تارجح جامد جدا. اقعد احكي معاه من شهرين عشان خناقه، والله كتير عنيده مع هو عنيد.
انتوا الاثنين يعني بتعندوا ده اوحش حاجه، العناد ده مشاكل ضغط وخناق. الشريك مزاجي، اه حلو قوي. السناجل زي ما هما يا مريم، مكانك كله مكانه، مفيش جديد، لا جديد الشهر ده. كنت هقول لكم ايه، مفيش حد هيسيب، مفيش يعني اتخانقوا زي ما انتوا عايزين، العلاقه مكمله ومفيش بعد ومفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. انا كل شويه في خناق، وهو قرار انه يبعد فتره، مفيش مانع يهديه لو ده هيديكوا بريك شويه، توحشوا بعض وتعرفوا قيمه بعض وغلاوه بعض عند بعض، مش مشكله. يعني انا موضوع البريك ده بالنسبه لي مش ازمه، بالعكس يبقى كويس. قوس، مش عارفه ده صح ولا غلط، يعني ايه مش فاهمه سؤالك هنا. اوكي، مع احترامي قوس، بس القوس بيطنش الدنيا. والله يا ام حسن، ده يعني دي نعمه من عند ربنا، لو يعرف فعلا يطنش الدنيا دي نعمه كبيره جدا. الحاله النفسيه هتتظبط في الزواج ولا لا يا ميمي؟ انا واضح عندي ان هي لسه مش مستقره، الشهر ده مش مستقره، بس الموضوع في ايديكم يا جماعه. يعني انا بقول لكم مفيش حد هيبعد، مفيش بعد، مفيش انفصال، مفيش طلاق بعد الشهر، مفيش فسخ خطوبه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. انتوا مكملين بس بتتخانقوا كتير، يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخناق. بمعنى ان واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وشه، يقعد يحاول يستفزه اكتر، لا يحاول يبعد يقدر. طيب خلاص انت متعصبه دلوقتي، انا هسيب لك بس لغايه ما تهدي، مش هيحصل اي حاجه على فكره خالص، هتهدى وهتتكلم معاها، هتلاقيها شخصيه طبيعيه جدا مش ممنونه. لكن هتيجي تقف في وشها وهي متعصبه، هتسمعوا كلام مش ظريف. ونفس الحكايه الناحيه الثانيه، هو داخل متعصب تقفي في وشه وتقولي له حاجه تنرفزه، اكيد هتتخانقوا. شايفاه مزعبك، خلاص تاني شويه حبيبي مع شكلك متعصب دلوقتي، نتكلم بعدين، الموضوع مش ضروري يعني. يتاجل، فاهمين قصدي؟ عشان تتفادوا الكلاش ده، فاهمين قصدي؟ اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي. نشوف بقى ايه الحاله العامه للمجموعه الثالثه والاخيره لبرج القوس. ابني صاحي لحد دلوقتي، يعني انا بجد مش عارفه اعمل في نفسي ايه. المجموعه الثالثه عندهم ارتباط، وارتباط تقريبا شكله جديد، نايت اوف كابس. خلينا نشوف بس اول حاجه هنا، القوس ماسك على مشاعره او ماسك على حاجه، ماسك على اهتمام، ماسك على وقت، ماسك على فلوس، ماسك على مشاعر، في حاجه ماسك عليها. بس ده لانه اتقرص، يعني لو هو ماسك على فلوس فلانه هو مقروص وبقى عارف قيمه الفلوس اللي معاه ومش عايز يحطها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح. لو هو مشاعر فهو اخد برضو درس وتعلم كويس من علاقه سابقه ادى فيها مشاعر كتير قوي وخذل، فقرر ان هو ايه يمسك في مشاعره كده وما يديهاش لحد بالسيل. وانا يعني انا اؤيد هذا الموضوع ده جدا، ما فيش مشكله خالص، صح. نفس الشخص اللي عند المجموعه الاولى اللي كان اهو الصغير ده، اللي عمال يسحب طاقتك الايجابيه ياخدها دي ويديك سلبيه مكانها، ده مأثر عليك بالخوف، محسك بالخوف، بيقلقك. مش اي داعي للقلق على فكره. صحيح انا مش شايفه تطور في الحاله الماديه، بس شايفه ان الصحه الحمد لله كويسه، مفيش مشاكل صحيه. بس هو في زعل، في زعل، في ندم، والندم ده عن قرار يقوس. الحيره، نفس الحيره، في قرار انت عايز بتاخده، القرار ده هتندم عليه، هتحس ان في ندم، انت ندمت وعملت خطوه غلط. اوكي طيب، نتفادى الموضوع ده ازاي؟ لو في قرارات مهمه داخلين عليها الشهر ده اجلوها، لو ينفع، لو تقدروا تاجلوها، حاولوا تاجلوا القرارات دي عشان تتفادوا الندم ده. ده في ندم، انا شايفه حاله ندم، يا رب ما تكونش حصلت اوريدي، واللي لسه يعني ما حصلتش عنده. لو في قرار هتقع فيه، هيقع قدامك يعني الفتره دي، اجله كويس. طيب نايت اوف كابس ده بقى، هنا في آه
هي مش علاقة جديدة، لا دي مش علاقة جديدة، ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس، مفيش أي جديد عنده الشهر ده بالنسبة للارتباطات الجديدة. سوري. لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وظريف معاه، عكس المجموعة التانية اللي احنا شفناها. ارتباط قوي جدا، الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا، ما عملوش الحفله بتاعت الخطوبه او حفله الفرح، باذن الله هتتم مراسم الخطوبه والفرح اهي ان شاء الله هتتم. عندك تحول يا قوس انت كمان، واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرى حياتك، يمكن هتبقى اكتر اتزان، هتبقى اكتر التزام، ممكن في عندك تحول جامد هيحصل في حياتك، هتبتدي تلتزم اكتر، وانا شايفه ان هو التزام، وكمان ممكن تكون بتقرب من ربنا. حاجه حلوه قوي قوي، قرايه تحفه، هلخصها بسرعه. في هنا ماسك على حاجه، لو انت مقلل اهتمامك بشريك او بعيلتك، او ان انت تنفق بفلوس، خلي الموضوع وسطي شويه، بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بيهم كفايه. في شخص جنبك برضو بيوحي لك او بيدي لك نصايح مش كويسه، او بيوحي لك بطاقات سلبيه حواليك، وانا مش شايفه ان ليها داعي صراحه، مسبب لك مخاوف. اوكي. في هنا ارتباط كويس بشريكك، مرتبط بالشريك اللي معاك جدا ومهتم بيه، وبتعامله بطريقه كويسه فيها جنتلنس كده. في قرار انت محتار تاخده، بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم، هتقول يا ريتني ما عملت. زي ما قلنا، في هنا اتمام لفرح او جواز، او الناس اللي متجوزين اوريدي ممكن تكون اجازه، يعني هيطلعوا اجازه مع بعض. هتغير من حياتك الارتباط ده اللي هيتم ارتباطهم الشهر ده، اكيد طبعا للاحسن. هتكون، انا شايفه انها هتكون اكتر التزام. شابو، ميرسي يا مازن. ميزان، حاضر يا ليلى، من عينيا. يا حبيبتي يا منار، الله يسلمك، انتي وحشتيني جدا جدا. طيب كده ميزان وجدي بيطلبوا كتير. دي المجموعه الثالثه يا دينا. الحمل يا براتي شويه كده، لان انا قريته اوريدي، فعايزه اخلص بس الابراج اللي انا ما قريتهاش وهرجع للحمل تاني. انا قريته قبل الصفحه ما تتقفل وتمسح للاسف، فان شاء الله هقراه لكم تاني. حبيبتي يا نوره، ميرسي يا روحي. كروت مقلوبة. العذراء، حاضر حاضر حاضر. مفيش انفصال يا نسرين خالص، ولا انفصالة واحدة، مفيش أي انفصالات، محدش هينفصل، قاعدين على قلب بعض. اوكي. البث ما فصلش يا لحن، الحياة شغالة حبيبتي. ايمان، مفيش رد في ايه يا حبيبتي؟ لولا بليز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه، لان انا كنت في قرايه والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص. طبعا يا وليد، لا انا من غيب الا الله ونعم بالله. طبعا حمل هنعيده، حاضر. متى الميزان؟ قريب جدا. انا هحاول اختصر بسرعه عشان اخلص الابراج كلها بسرعه. جدي، انا شايفه الجدي بيطلب كتير. الجوزاء، انا قلته يا مريهان على يوتيوب ساعه لما الصفحه كانت مقفوله في الفتره دي ونزلته على الصفحه، الجوزاء هتلاقيه موجود عندك حبيبتي. هحاول اقطعه لكم كده واظبطه لكم واشيل لكم منه التحيات والحاجات دي. اوكي. طيب يا وليد، قلنا لك طيب انه لا يعلم لا غيب الا الله، تشتم ليه؟ طيب تعالى تعالى، انت هتعمل لك بان اوريدي بلوك. اوكي اوكي طب يلا نشوف الحاله العاطفيه بقى. حاجه خلاص. ليه يا هند؟ صح، العلاقه الثلاثيه ومحتار اختار مين. اوكي، خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاثنين، خلي بالك. أيوة، تراك بين القوس والميزان، مفيش تراك عند القوس خالص يا صاحبة الثوب، مفيش تراك خالص.
ربنا يهدي القوس. طبعا حمل امتى؟ هنعيده تاني يا رحب قريب. حاضر العقرب. حاضر اهلا بيكي يا سعاد وانا احبك. صبح صبح يا شيمة، ازيك يا روحي؟ عندك وحش جدا، ضعيف قوي فعلا يا انجل. دي حقيقة الانترنت عندي مش كويس، حتى الصورة سيئة، الصورة سيئة جدا. بعتذر عن اللايف النهاردة، في مكالمة هتحصل بيني وبنتي اديتا بعد ما نخلص اللايف، مكالمة مش ظريفة. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة برج القوس، الحالة العاطفية من، أنا سوري ما قلتش التواريخ، ده من 10 لحد 21 ديسمبر. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اوكي القوس عايز ايه؟ القوس عايز يجمد العلاقة، يعني عايز يوسف صوتك. القوس عايز العلاقة زي ما تقولوا ايه، توقف كده، وقف كده، وقف هنا كده ثانية واحدة، زي ما تقول ايه، دوس بوز ثانية واحدة كده. لا في خناقة، داخل على خناقة، داخل على خناقة، عايز يتخانق، عايز يتخانق وعنده جواه حاجات وعايز يطلعها، وفي حاجات مش ظريفة. شايف شريكه ازاي؟ شايفه شخص كريم. اوكي كارما، لو حصل انفصال ان شاء الله في رجوع. الطاقة ما بينكم فيها مشاكل كتير، تعب تعب جامد. اوكي شريكك عايز ايه؟ شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتها. كويس، نفسه في ايه؟ نفسه يساعدك، هو عايز يساعدك. تمام، شايفك ازاي؟ ركزوا بقى معايا قوي بقى في شايفك ازاي. شايفك يا اما مسحور او محسود، شايفك كده. انت بتتصرف من غير منطق، هو حاسس ان انت بتتصرف من غير منطق، نفسه يساعدك. اوكي وانت عايز تتخانق، شايفين الدنيا عامله ازاي؟ عايده تاني. القوس عايز ايه؟ مش عايز يعمل حاجه، عايز يفضل قاعد كده ويوقف كده العلاقه، وايه، وقف اقف اقف في مكانك كده، بنبص كده نشوف ايه اللي بيحصل هنا. اوكي خناقه، عايز تتخانق. اوكي شايف شريكك شخص كريم، شخص كويس، شريكك عايز يعمل خطوه بس خايف من توابعها ونفسه يساعدك. شكل الحاجتين دول مرتبطين ببعض، ان الحاجه اللي هو متردد يعملها ومش شايف توابعها دي، ان هو يساعدك بس خايف المساعده دي ما تكونش صح. شايفك ازاي؟ شايفك مسحور او محسود. الطاقة ما بينكم زي ما قلت لكم فيها تعب جامد، تعب تعب غير طبيعي. اللي عنده لو القراية دي منطبقة عليكم بليز اكشفوا اكشفوا، شوفوا ايه الموضوع. ولو حسد اقروا يا جماعة، اقروا، حصنوا نفسكم من الحسد. لما تشوفوا حد، اي حد، قولوا المعوذتين جواكوا، البسوا خرز ازرق، حاجه حجر ازرق، الفيروز حلو جدا الحسد لو الموضوع حسد. وشوفوا لو الموضوع فيه سحر، يعني لو الموضوع كبر يعني وعدى مرحله الحسد واساح، يعني شوفوا ايه الموضوع. بس شريكك بيحبك يا قوس، مش عايز يسيبك وعايز يساعدك. داخلين على مغامره الشهر ده، في مغامره هتعملوها وفي معافاه. الله اكبر، في معافاة من تعب كان طويل طويل، تعب طويل ان شاء الله في معافاة منها، وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر. بسم الله ما شاء الله، انا اشعرت القراية حلوة قوي قوي ما شاء الله. القراية افتكر واضحة ومفهومة.
يا حبيبتي يا اروى، يا خلاصي على البنات العسليات اللي بيعبسوني دول. طبعا يا الاء ممكن اقول لك، بصي هو هجيبهولك او هصوره واحطه في الجروب. انت دخلتي الجروب ولا لسه؟ انا هظبط بس الجروب. عملت جروب جديد يا جماعه، اسمه اميره ادلبي، بنفس اسمي ده، اسمه مؤقت يعني، وبعد كده هغيره. القوس في عمل. طيب خلاص وصلت المسج. شوفي بقى ظبطي امورك كده، لان هو ده مبوظ لك العلاقه خالص. هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى، علشان هما هنا في ولاد طبعا مش عايزين الهبل ده، يقعد ما نشوف مانيكير ولون الصبغه والميك اب والحاجات دي. نبقى نعمل لايف في الجروب، اسمه اميره ادلبي، دوروا عليه هتلاقوه. خناقه، بحب الخناق قوي الصراحه، انا عايز الخناق. ايه بنت ربنا، انا اجيب خناق ده وجع قلبي يا شيخ. لايك هنا، حاضر، خدي لايك يا ايمان، خدي قلب. طب يا جماعه، انا الانترنت النهارده مش مساعدني ان انا اقرا قرايه مجانيه، معلش سامحوني والله فعلا. ميرسي يا عبير، كان كله صح، هايل. ميرسي يا هلا، اي لاف يو تو يا ايمان فروم تونيزيا، صح منوروني راح قلبي. انا شريكي القوس تعبت منه جدا، هو القوس. طب ما تشوفي كده يا عبير، شكله محسود او مسحور في حاجه عنده مش صح. صحيح كلامك، بشكرك يا روز. كيمو. انا مش عارفه انت بنت ولا ولد، بس شكلك ولد. اه كيمو، ابعت للصفحه بليز. تروحوا للشيخ، بتروحوا للشيخ يا بقى. انا بيبان عندي في القرايات يعني، انا ساعات في القرايات بتبان عندي، بس انا مش عايزه اقول لكم كده عشان ما تبقوش انتوا جايين للقرايه عشان تكشفوا على حاجه زي كده. لا ما تجيلوش انا تكشفوا على حاجه زي كده، بليز اكشفوا عند الناس متخصصه. شيخ، روحوا لشيخ يشوف في حاجه ولا لا، اذا كان في سحر او حاجه معمول لكم ولا لا. صح فعلا، طريق اختي كان كده بالفعل. اوكي، والحمد لله خافوا بقى، كويس كويس قوي. ناجيه عصبي عطوبة بتتخانقي، ده شطان حبيبه قلبي يعني، اتليست معفرتك. فالذكر حبيبتي، ايه اذكري ربنا كتير وكده، واستغفري كتير، واعملي الحاجات دي كلها على فكره، بتزهقوا وبيخرج كل كلامك. بشكرك يا هلا جدا جدا، ده حقيقي. ثانك يو يا ساسو حبايب قلبي. طيب ان شاء الله نعوضها اللايف اللي جاي، نعمل اسئله. ليه يا انجل زعلانه ليه يا حبيبتي؟ الانترنت وحش قوي يا جماعه والله، وانا كل ده شغاله بالباقه بتاعه التليفون، وهتفصل كمان شويه، وزي ما انتم شايفين الصوره وحشه جدا. قلت لي قوس ماله بقى، انا هقفل يا اسراء، وعيدي بقى تشوفي بقى قوس ماله، اتفرجي اسمعي كل حاجه. حبيبتي يا ملك، حبيبتي تسلمي لي، هاتوا خناق وشريكي وشريك نكدي، معلش نسري. بصوا لو هو نكدي غصب عنه بسبب السحر او الحسد اللي عنده ده، معلش اعذريه، هو مش يعني مش يعني مش قاصد، هو ما يقصدش. بشكرك يا زوزو قوي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، تسلمي لي حبايبي. يلا اسيبكم على خير، تصبحوا على خير، اشوفكم ان شاء الله. هحاول نطلع بكره. نقول ايه بكره؟ نقول الطور، نقول الطور بقى ولا الجدي؟ نقول الجدي الاول، معلش نقول الجدي عشان جدي طلب كتير قوي قوي قوي. هنقول الجدي ان شاء الله، ان شاء الله بكره. اوكي، اشوفكم بكره، واحاول اطلع بدري عن كده كمان. يلا اشوفكم على خير، وخلي بالكم على نفسكم. باي باي، تسلمي لي يا ام عمر.